ده انت طلعت عيل بقى وهتأثر رقبتي يا باشا. انا بسمعك كويس يعني، اسمع مني انت بقى. الحكايه وفيها ان انا عايز اعرف مين اللي عايز يقتله وليه، عايز افهم. محدش طلب منك تفهم. يعني ايه؟ هو انا بموت فرخه؟ ده بني ادم. اديني سبب. بني ادم ما يعرفش ربنا، عايز سبب ايه اكتر من كده؟ كافر يعني؟ متهيألي ده كفاية أوي. يعني أنت مش هتحمي دينك وبس، لا ده أنت هتعزه كمان. ما تخليش حد يلعب في دماغك يا ابني. ما تنساش يا مجدي إن أنا اللي خرجتك من الحبس لما كنت بزور وكيل النيابة بالصدفة وشفتك وصعبت عليا. يعني لولايا كان زمانك مرمي في السجن. يا باشا بس أنت برضه ما خرجتنيش من قضية مخدرات. ده عيل قليل ادب كان بيعاكس مراتي ضربته وهو كان يستاهل الذبح. وجلال محمود بيهين دينك يبقى يستاهل الذبح ولا ما يستاهلش؟ مصطفى هات خد يا مجدي دول 90,000 جنيه ها عشان تعمل عمليه لمراتك تقوم بالف سلامه ان شاء الله. ما تترددش يا مجدي صدقني احنا بنعمل الاصلح.